مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليسي ام. بتبيع قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة باش توصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة. قالت المحامية وفاء الشاذلي انها كانت على موعد مع النقيب الحرس الوطني الذي عثر عليه مشنوقا الله يرحمه وينعمه محسن العديلي، مشيرة على تحديد لقاء مع قاضي التحقيق للاستماع الى شهادته حول الدور السابق لوالي بن عروس. واضافت وفاء الشاذلي ان عديد الملفات كانت ستكشف اليوم وستتيح باكبر الرؤوس منها نور الدين البحيري في علاقة بملف رخص التاكسيات التي منحت للارهابيين في تونس. وأكدت الشاذلي أنها تحصلت على ملفات وفضائح تخص الشرطة البيئية، مشيرة إلى أن الضحية أكد لها أنه عزم على كشف الحقائق للقضاء منها ملف التاكسيات. وقالت الأستاذة وفاء الشاذلي أنه تم تصفية النقيب بعد تشكيله خطر على عديد المسؤولين في البلاد، مؤكدة أن الراحل اتصل بها في المدة الأخيرة مشيرا إلى أنه يعيش تحت التهديد. وأضافت المحامية وفاء الشاذلي أنها التقت محسن العديلي رفقة عدة محامين وإعلاميين في تونس، قائلة أنه أخبرها برغبة عديد الأطراف بشراء ذمته للتراجع عن شهادته، منهم قادات بحركة النهضة. كما كنت تسمعوا اليوم عندنا شاهد آخر معناه في القضية على نور الدين البحيري وزير العدل السابق وقيادي في حركة النهضة. تكشف الأستاذة والمحامية وفاء الشاذلي أنه التقت معناها بالنقيب اللي توفى الله يرحمه وينعمه، وكشف لها معناها شنو اللي قاعد يصير وأنه عايش تحت ضغط وتهديدات معناها لين توفى قتلوه هم معناها زاد على حسب تعبيرها هي معناها ثم ملف كبير ياسر يحملوا باش يكشف معناها روس كبار في البلاد وكلهم باش يتوقفوا شد الحبس على ذيك معناها قاموا بتصفيت و من جملة معناها العباد. زاد زهير الجزي زاد الإعلامي المعروف زاد حكى فيه الموضوع هذا، زاد تعرض للتهديد بعد ما كشف معناها الديسكسيون ما بيناته هو والنقيب الله يرحمه وينعمه اللي لقوه في الدار معناها متوفي واللي هب التدوين على روحه، وقال إن شاء الله العباد الكل تسامحني كان اللي غلطت معهم واللي ما غلطش معهم إن لله وإن إليه راجعون، قبل بخمس أيام معناها في الصفحة الشخصية متاعه. وبعد يلقوه مشنوق معناها في الدار معناها حاجة ما تقابلش، معناها إنسان يرحم على روحه قبل بخمس أيام وبعد يلقوه متوفي في الدار. حصيروا لهنا ثم معنا عباد تحب تشهد معنا ضد حركة النهضة الشيء اللي قاعد يصير وكيفاش معنا قتلوا المرحوم محسن العديلي الله يرحمه وينامه. لهنا إن شاء الله الناس كل تكونوا فهمتوا معنا الحكاية بالضبط، مش ما تدخلوش بعضكم ما بين الباجيات كل واحد يحكي في حاجة. أنا جبت لكم معنا كان تابعوا في الفيديوهات جبت لكم من الأول للآخر شنو اللي قاعد يصير بالضبط. ما علينا، كان نقولوا الله يرحمه وينامه معناها المرحوم محسن العديلي، وإن شاء الله من القضاء يتحرك وإن شاء الله رئيس الجمهورية خاطر نورمالمون رئيس الجمهورية لازمته يتحرك في الموضوع هذا، رئيس الجمهورية والأمن القومي لازمته يتحرك، لازمته يتحرك في الدوسي هذا وبرشة دوسيات أخرين لازم يتحرك فيها في أقرب وقت ممكن خاطر ثم تصفية حسابات كبيرة ياسر وباقين يصفوا معناها في عباد عندهم دوسيات بالإثباتات على حركة النهضة وما فيهم زاد الهنتاتي اللي هو زاد كان قيادي في حركة النهضة وانسحب عرف خاطر ثم برشة خور كبير ياسر وحكاية وقال عندي بالأدلة وبالإثبات أنهم إرهابيين حركة النهضة الكل. على ذيك خرج البارح وحكاية وقال أنه تعرض لمحاولة قتل زادة وذكر اسم السيارة والسيري متاعها طلعت فيها برشا حكايات. إن شاء الله في فيديو تنفسر لكم بالضبط شنو حكاية الهنتاتي بالضبط. وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع، إن شاء الله من رئيس الجمهورية قيس سعيد يتحرك فقر بوقت خاطر ثم بالرسمي برشا عباد برشا أمنيين برشا سياسيين برشا مهددين بالاغتيال. وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع، إن شاء الله تكون الرسالة وصلت.